فلسطين ليست وحدها، عاش نضال الشعب الفلسطيني، كلنا فلسطين. هتافات ملأت الكورنيش البحرية في هافانا، وصل صداها إلى مكاتب السفارة الأمريكية في كوبا، نصرة للقدس وشعب فلسطين. نحن هنا لنعبر عن دعمنا للشعب الفلسطيني وقضيته، ولنتضامن معه ضد المجازر التي ترتكبها إسرائيل في حقه منذ أكثر من 70 عاما. نحن ندعم جميع حركات المقاومة. نحن نرى ما يحدث في فلسطين ولدينا تعاطف كبير معهم، وما يحدث للأطفال لأنهم أطفال مثلنا. يجب وقف ما ترتكبه إسرائيل ضد الفلسطينيين. من أمام السفارة الأمريكية مرت هذه الحشود يتقدمها الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل، حاملين أعلام فلسطين ولافتات التضامن معها، ليحتشد بعدها المشاركون في المنبر المعادي للإمبريالية، المكان الذي كان يخطب فيه فيدل كاسترو، ليتحول هذا المكان برمزيته إلى منبر للدفاع عن فلسطين. نجدد امتناننا للشعب الكوبي كله لتضامنه معنا، ولجميع الأمريكيين اللاتينيين الذين يرافقوننا اليوم والذين يعتبرون أنفسهم فلسطينيين، ولأولئك الذين يشكلون اليوم طليعة إرث القائد فيدل كاسترو. تعتقد الإمبريالية أنه مع مزيد من القتل والمعاناة سنستسلم؟ لا، هذا ليس صحيحا. لم تغب صور الشهيدين فرع عمر وربيع معماري عن مسيرة هافانا، فقد رفع المشاركون صور الشهيدين وأعربوا عن تضامنهم مع شبكة الميادين. ندين استهداف صحفيي الميادين اللذين استشهدا في جنوب لبنان، ونعرب عن تضامننا مع القناة. إسرائيل دولة مجرمة إرهابية يجب محاكمتها أمام العالم. وبعد أسبوع على لقاء الرئيس الكوبي وكبار المسؤولين في الدولة والحزب طلبت فلسطين في كوبا، خرج الشعب الكوبي ليؤكد مع قيادته وقوفه إلى جانب فلسطين وقضيتها العادلة. مسيرات حاشدة خرجت لتؤكد دعم المشاركين للشعب الفلسطيني ومقاومته، ولتثبت للعالم أجمع أن فلسطين ليست وحدها، وأن الدفاع عنها لا حدود له. عروة محمود، هافانا، الميادين.